ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العيد قال للنساء تصدقن، فقامت امرأة سفعاء الخدين، هذا يدل على أنها كاشفة للوجه. فالجواب عن هذا أن صلاة العيد شرعت متى؟ في السنة الثانية من الهجرة، وآية الحجاب في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، فيكون هذا قبل نزول آية الحجاب. لكن جاء في المسند أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق عمر، ومن بين المبايعة أمرهن كما بحديث أم عطية أن يخرجن العواتق والحيض والنساء ولتلبسها أختها من جلبابها. وآية المبايعة في الفتح نزلت في الفتح فتكون متأخرة. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا لو سلمنا بهذا، كونه يأمر صلى الله عليه وآله وسلم النساء مرة أخرى بأن يخرجن العواتق والحيض وأن تلبسها أختها من جلبابها لا يدل على ذلك، لأنه ربما أنه كرر الأمر مرة أخرى. ثم وهو الفيصل أن هذه المرأة يمكن أن تكون من القواعد من النساء والتي أباح الشرع لها أن تكشف عن وجهها، فليس ثمة دليل في هذا الباب.